بسم الله الرحمن الرحيم. اول رزق معايا اهوت على البركه ان شاء الله، عروسه حلوه يعني ان شاء الله. لا قوه الا بالله، تاني رزق معانا اهو. الرجاله بتاعتي يا جماعه جت خدتني ايه من على البر، هيودونا ان شاء الله على العش. ان شاء الله هنستهدفه النهارده كل اسماك البحر. طبعا معايا احمد معلمي. ايوه حمام محمد. ما نقوله حمام يعني محمد، دلع محمد سوي مع الشمس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي وحبايبي الصيادين، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات منوعات رحاله، قائمه تشغيل اسمها صيادين رحاله. النهارده ان شاء الله برضو احنا رحلتنا في اخر النيل. المكان اللي احنا فيه ده عشان خاطر اخويا وحبيبي الغالي استاذ محمد عماره. ده مكان اسمه اقفاص. الاقفاص دي مشروع ناس يعني ايه حط امالها كل فيه، بياكلوا عيش منه، يعتبر بيمثل حياه بالنسبه لهم. انا ضيف عند الناس دي، المكان ده مقفول على الناس بس، وانا نعتبر من الناس، فعشان كده انا ايه بيسمحوا لي ان انا ندخل المكان ده. النهارده ان شاء الله مستهدفين كل اسماك البحر واسماك الايه واسماك النيل ان شاء الله. بابا ما تسيبنيش، ربنا كريم والله المستعان ان شاء الله. هو جاي هو انا لسه جاي، بس انا لسه جاي، فالجماعه بيقولوا في شتاء، فهنريح ان شاء الله في الايه في العش شويه، حطوا حاجتنا والله المستعان. خليكم معانا، ربنا كريم ان شاء الله. هي فعلا هي عملنا فيديو احنا الاثنين بسامه حاصل. الشتاء طبعا دخل علينا. راح اقعد جيبول اي هاي انتو عايزينها. نريحوا بقى شوية لحد ما ايه ربنا سهل الشتاء ده يخلص. انا هنا والله يا اخويا. ماشي نجيد النور يا مسعود. يلا بينا. احلى ريس مسعود في الدنيا. صباحكم زي الفل يا رجاله، نهاركم ورد ان شاء الله.
ماشي. جبت لي الجراد يا مسعود؟ ها؟ ما تعرفش تجيبني بره شويه؟ لا طلعني كده بزاويه كده. ماشي طلعني على الاول اربطني بره. اربط المركب بره. طول كمان يالا. ماشي ننجل انا هنا. ماشي يا مسعود هننجل انا. اربط على كده. طبعا يا جماعه ده اول مرمى هنستهدفه في رحلتي ان شاء الله. هنشتغل هنا على البوري بالعجينه بالشليت او بالهلوب الصغيره. في طبعا احنا مزفرين هنا بشوله عيش وعلف، فان شاء الله لو البوري يجمع يبقى ايه هناخد سمك ان شاء الله. ما كانش انا عامل حسابي على دود ان شاء الله. ايه هنكمل هنرمي تشويح على القاروص وجميع الاسماك اللي هي داخله ترعى من البحر في وقت الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. اول رزق معايا اهوت على البركه ان شاء الله. قروصه حلوه يعني. الله كريم الله كريم. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. صلاه النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شغال دود مشرشر والعروسه يا جماعه. العروسة في الجردة ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. عروسها في الجردة هي حلوة يعني. ان شاء الله لا قوة الا بالله. تاني رزق معانا اهو. تاني رزق كبير يعني. بنيس على البركة ان شاء الله. ان شاء الله بنيسة محترمة يعني. النار واخدها هنا من الجنب ما شاء الله. طبعا يا جماعه دول اكبر سمكتين انا اصطدتهم في الرحله بتاعتي، ولكن خدت بفضل الله سياسي ونقط كتير يعني. مش كتير قوي بس الحمد لله رب العالمين يعني توفقت ما شاء الله. وعلى البركه الدود اللي خلص مني فبارك الله فيما رزق. استكفيت من كده. اضطريت يا جماعه تشويح بعود 3 متر 60 عليه مكان 10,000 شعر بريد 25. بنحط سنارين 7 الطعم دود مشرشر اكتر من دوده. والشعر طبعا بعد ما بنرمي بناخد الشعر على ايدي وبنفضل مستني رزقي. تحياتي ليكم. كان معاكم اخوكم سامح الخالقه من قناه منوعات رحاله. تنساش تدعم الفيديو بلايك، ولو اول مره تشوفنا اشترك عندنا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله.